شادينا دلوقتي، خلينا نروح نتابع معاكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتطلق وزارة التعليم المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت عنوان ابدع واصنع بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر. كان وزير التربية والتعليم شاهد خلال الأيام القليلة الماضية مشروعات طلاب المدارس الفنية بطنطا اللي بتخدم البيئة والمجتمع، وحرص الوزير على الاستماع لشرح الطلاب لمشروعاتهم اللي تضمنت التحكم في مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكياً والتحكم في الإضاءة بواسطة خلية ضوئية وقياس مستوى سائل في خزان مياه. النهاردة انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للممولين من الأشخاص الاعتباريين أو الشركات، وطلبت مصلحة الضرائب الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة ليوم 30 إبريل حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، حيث إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يوم، فإن الغرامة في حدها الأدنى 3000 جنيه وبتصل في حدها الأقصى ل 50000 جنيه. أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يوم، فإن الغرامة تبدأ ب 50000 جنيه وبتصل في حدها الأقصى ل 2 مليون جنيه. النهاردة هيشهد قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون سادس فعاليات نادي السينما التسجيلية بعرض فيلم تسجيلي عن الأفلام الكلاسيكية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، هيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ريال مدريد الأسباني في تمام الساعة 10 ليلاً.